بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، هذه الآيات الكريمة تتم لما بدأت به الآية السابقة في الدرس السابق في الحديث عن الألوهية الواحدة المدبرة لهذا الكون علويه وسفليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم تقول الآيات التي معنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا الرب الذي خلق السماوات والأرض والذي له الخلق والأمر رب العالمين، ادعوا ربكم. هو ربكم الذي يربيكم ويرقيكم في مدار الكمال ويتولى أمركم، ليس غريبا عنكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، اتجهوا إليه بالدعاء، اسألوه في أمور دينكم وأمور دنياكم، اسألوا الله من فضله فإن خزائنه لا تنفد ولا تفنى. وقد قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط أداة الخيط، الإبرة إذا أدخلتها في الخليج أو البحر الأبيض هل تنقص منه شيئا؟ لا تنقص منه شيئا. فالله يطالب عباده أن يدعوه، ولكنه في هذه الآية يطالبهم أن يدعوه تضرعا وخفية، أن يكون الدعاء دعاء تضرع. التضرع إظهار الخضوع والاستكانة والتذلل لله عز وجل، وأن يكون هذا الدعاء خفية بعيدا عن المعالنة ومراءات الناس.
كما دعا زكريا ربه إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولهذا حينما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزاة رفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير والدعاء، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اربعوا على أنفسكم، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي أشفقوا وهونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وفي رواية إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن هنا قال الله تعالى في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما دام المدعو سميعا قريبا فلماذا هذا الصياح والصراخ في الدعاء؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ناجوه فيما بينكم وبينه واسألوه في شؤونكم كلها. إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في الحياة كلها، ولا يحب المعتدين في الدعاء خاصة. ومن الاعتداء في الدعاء، والاعتداء هو تجاوز الحد، من الاعتداء في الدعاء أن يصرخ الإنسان ويصيح في الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، يدعو على الناس بما لا يستحقون. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل ما لا يليق له، كما قال بعض المفسرين أن يسأل الله منازل أولي العزم من الرسل، يدعو بما يليق له. من الاعتداء في الدعاء أن يدعو بما لا يوافق سنن الله عز وجل، يمسك عن الزواج ويدعو الله بأن يرزقه ذرية، يترك الإعداد إعداد العدة للأعداء ويسأل الله النصر، لا، هذا من الاعتداء. اتبع سنن الله ثم أكمل ذلك بالدعاء. تداوى فإن الذي خلق الداء خلق الدواء، واستشر الأطباء، ومع ذلك ارقى واسترقي، الرقية مشروعة كدعاء. فمن الاعتداء الدعاء بما لا يوافق سنن الله عز وجل. مر الحسن البصري برجل يسجد ويعبث بالحصى في سجوده ويقول اللهم أدخلني الجنة وزوجني من الحور العين، فقال له يا هذا بئس الخاطب أنت، تخطب الحور العين وتعبث بالحصى؟ يجب أن يكون الإنسان على مستوى الدعاء، لا يعتدي في الدعاء. سمع أحد الصحابة ابنه يقول اللهم أدخلني الجنة وأعطني القصر الأبيض عن يمين الجنة، فقال له يا بني لا تدعو بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور، أي يتجاوزون الحد في الطهارة وفي الدعاء. وكذلك قال سعد بن أبي وقاص لابنه حينما سمعه يقول اللهم ادخلني الجنة وارزقني استبرقها وسندسها وكذا وكذا، فقال لا، لا تعتدي في الدعاء، حسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. جاء الأنبياء جميعا يدعون إلى الإصلاح، إلى إصلاح الأرض وإلى عمارتها. قال صالح لقومه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم أن تعمروها ولا تخربوها. وقال شعيب لقومه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهكذا جاء القرآن ينهى عن الإفساد في الأرض، فإن الله لا يحب الفساد، وإن الله لا يحب المفسدين، إنما يحب الذين يصلحون هذه الأرض ويعمرونها كما أمر الله عز وجل. الإفساد منهي عنه ومحظور، سواء كان إفسادا بعد إصلاح أو إفسادا بعد إفساد، ولكنه أضر ما يكون وأشد ما يكون خطرا وكراهية عند الله حينما يكون إفسادا بعد الإصلاح. إفساد بعد الإصلاح
ضرر يكون أشد وخطر يكون أعظم. وقد وضع الله هذه الأرض على هيئة الإصلاح، سخرها لتكون مستقرا ومتاعا للناس، وجعلها ذلولا، وجعل فيها من الطيبات، وقدر فيها أقواتها، وجعل للناس فيها معايش، كما قال عز وجل في أوائل هذه السورة: لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فهذه الأرض صالحة، أصلحها الله وهيأها لتؤدي ما يريده الله للناس، فلا تفسدوها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه، تضرعوا إليه واسألوه من فضله. وهنا ذكر الخوف والطمع في الآية السابقة، قال ادعوه تضرعا وخفيا، وأضاف هنا شرطين آخرين: أن يدعو الإنسان ربه خائفا من عذابه طامعا في رحمته. هكذا شأن المؤمن دائما، يرجو ويخاف، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ينظر دائما إلى الله عز وجل، إلى اسمائه الباسط والقابض، القهار والتواب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. فهو يدعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويغلب الرحمة على العذاب. فرحمة الله وسعت كل شيء، كما قال عز وجل: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فالعذاب خصص فيه والرحمة عممه، والأصل هو الرحمة. ولذلك جاء في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي، أو غلبت رحمتي غضبي. ولكن مع هذا، رحمة الله إنما يستحقها أهلها. هنا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، وفي الآية الأخرى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فلا يجوز للإنسان أن يفعل ما يفعل المنافقون، يرتكب الموبقات ويقول رحمة الله واسعة، الله يغفر لي، لأن هذا من الاتكال الفارغ، من الأماني الفارغة، العاجز والأحمق، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن رحمة الله قريب من المحسنين. في الحديث القدسي: ما أقل حياء من يطلب جنتي بغير عمل، كيف أدود برحمتي على من بخل بطاعتي. إن رحمة الله قريب من المحسنين، الذين يحسنون العلم ويحسنون العمل. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم يذكر الله تعالى بعض الظواهر الكونية التي من ورائها يد الله عز وجل. كل ما نرى من ظواهر هذا الكون هي من صنع الله عز وجل، لن تأتي عفوا ولا مصادفة، كما يقول أولئك الماديون الجاحدون الملحدون المنكرون لوجود الله عز وجل. ووجوده فطرة فطر الله الناس عليها، وليس الأمر آلية كما يزعم بعض الناس، أن الله خلق الخلق وتركه، دبره ثم تركه، كما يصنع الساعة صانعها ثم تدور بعد ذلك حسب ما صنع الصانع، دون تدبير منه ولا إشراف ولا علم بهذه الساعة. لا، الإسلام يقول إن الله يدبر هذا الكون ويعلم كل ما فيه. الله ليس كإله أرسطو ولا إله أفلوطين، ولكنه إله يعلم كل شيء في هذا الكون ويدبره. تسيير الرياح وسوق المطر ونزول الماء، كل هذا بقدر الله وإرادته. ولذلك يقول هنا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا، أو بشرا كما في رواية، أي مبشرات بين يدي رحمته في قراءة، وفي قراءة نشرا أي منتشرة بين يدي رحمته. ورحمة الله هنا المطر الذي يرحم الله به الناس ويسقيهم وينبت به الزرع، حتى إذا أقلت هذه الرياح حملت سحابا ثقالا، ثقالا لأنها حافلة بالماء، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، أحيا الله بهذا الماء هذا البلد الميت، فأخرجنا به من كل الثمرات. حسب هذه الأسباب أنزلنا به الماء
أي بهذا السحاب فأخرجنا به أي بهذا الماء من كل الثمرات. فربنا أقام الكون على شبكة من الأسباب والمسببات. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، كما يحيي الله الأرض بعد موتها يحيي الله الناس بعد موتهم، كذلك النشور. ثم ضرب الله مثلا للقلب الحي والقلب الميت، القلب الصالح والقلب الفاسد، القلب الذي يقبل الهدى والقلب الذي يرفض الهدى. ضرب الله مثلا لذلك بالبلد الطيب والبلد الخبيث، بالتربة الطيبة التي تنبت وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والتربة السبخة النكدة التي لا تخرج شيئا. فقال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي يخرج طيبا خيرا. والذي خبث، البلد الذي خبث والأرض التي خبثت السبخة، هذه لا يخرج النبات منها إلا نكدا عسرا قليلا شؤما لا ينتج ولا يثمر. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله يصرف الآيات وينوع الدلالات آية بعد آية ومعجزة بعد معجزة وبرهانا إثر برهان، براهين كونية بثها في هذا الكون ليدل الخلق عليه، ليستدلوا بالخلق على الخالق، وبالصنعة على الصانع، وبالكون على المكون، وبالأثر على المؤثر، وليستدلوا كذلك على أن الله يبعثهم بعد موتهم، وليستدلوا كذلك على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليشكروا نعم الله، فإن نعم الله ينبغي أن تشكر، فإذا شكروا هذه النعمة حفظها الله لهم وزادهم منها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون